الله العظيم. طيب نروح للتحرير ومراسلنا احمد عبد العليم، وبس اسمح حضراتكم عندنا ديلي حوالي من 15 ل 20 ثانيه، فبس اسمح حضراتكم في هذا الوقت، ولكن مهم جدا نطل على التحرير. احمد عبد العليم اهلا وسهلا بيك، تحياتنا، ويا ريت تصف لنا المشهد عندك وصل لايه، واحنا الساعه 8:30 يا احمد. أستاذ معتز، يعني هنا الميدان يعج بالمتظاهرين من مختلف القوى المدنية المحسوبة على التيار المدني والقوى الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي. الميدان لأول مرة مليونية لم يشارك فيها الإسلاميين، نجد هذا الحشد الضخم من القوى السياسية الغير محسوبة على الإسلاميين. الميدان بكل شوارعه، ميدان عبد المنعم رياض، شارع قصر النيل، كوبري قصر النيل، حتى الحاجز، وصولا بالحاجز الذي أقامته وزارة الداخلية بشارع القصر العيني، كذلك شارع محمد محمود وشارع طلعت حرب. مئات الألاف من المتظاهرين المطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي. مسيرات عديدة تحركت من مختلف الميادين، وصلت بعضها قبل الساعة الخامسة، مثل مسيرة مصطفى محمود والتي جاء على رأسها السيد حمدين صباحي، والذي ألقى كلمة قبل قليل بعد انضمامه للميدان، وأكد على أن اعتصام المطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري واعتصام المتظاهرين سيستمر إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم وأن يلغى هذا الإعلان الدستوري. كذلك أكد على مطالبته بتحقيق مطالب الثورة التي خرج من أجلها الثوار، والتي يعني كما ذكر حمدين صباحي أنه لم يتحقق الآن. بناسف لبعض العطل في ردات الصوت، بنعتذر من حضراتكم، ولكن متواصلين مع أحمد. أنا سامع أحمد يا جماعة. طيب محتاجين نتواصل معاه تاني وبصورة كبيرة، لأن عندنا بعض الأسئلة، البقاء، الاستمرار، اللي بيدور في الميدان. ولكن يبقى لو في إيجابية دكتور محمود، أن المشهد الحمد لله وإن شاء الله يستمر ما زال سلميا. نعم، وده أعتقد ثمرة جيدة جدا وبيخلينا مطمنين. كان في مخاوف كثيرة، ولكن الحمد لله أعتقد راضي عن سلمية المشهد. نعم، لا شك أن هذا يعني هذه حضارة الشعب المصري، هذه روح الشعب المصري، وعلينا أن نحافظ على حق التظاهر السلمي، علينا أن نحافظ على أسلوبنا في التعامل مع بعضنا، على لهجتنا، على كلامنا بيننا وبين بعضنا، وأيضا على أجهزة الإعلام إن هي تنقل الصورة بشكل أمين، دقيق وأمين. تاني أحمد عبد العليم، قول لي المشهد وتفاصيله، وقول لي الناس، شايف الناس عندك مصرين على الاستمرار، ولا النهاردة التظاهرة ممكن الأعداد تنخفض بشكل كبير خلال الساعات المقبلة؟ نعم، يعني هو المشهد يوحي بالاستمرارية، أعداد الخيام التي يعني نصبت المزيد من الخيام سواء في الصينية المركزية أو أمام مسجد عمر مكرم أو بجوار مجمع التحرير، الأعداد توحي بأن هناك استمرارية في التظاهر رفضا للإعلان الدستوري. ربما هناك اختلاف في توجهات المتظاهرين، يعني البعض لا يرفض الإعلان كلية، البعض يرفض
تحسين قرارات الرئيس وفقط، البعض الآخر يرفض الإعلان شكلا ومضمونا، البعض يرى أن في إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد نقطة إيجابية، البعض يخرج عن إطار الإعلان ككل ويطالب بإسقاط النظام ككل، الشعب يريد إسقاط النظام، بعض اللافتات رفعت بهذا الصدد. يعني المطالب في الحقيقة مختلفة، ولكن هي النقطة الرئيسية المتفق فيها كل المتواجدين هنا في الميدان هي رفض تحصين قرارات الرئيس. يعني هم يتخوفون، كما استمعت لبعضهم، يتخوفون من صناعة فرعون جديد، يقولون أننا يعني لم ننزل في ثورة 25 يناير لإسقاط مبارك من أجل أن يأتي رئيس آخر يحصن قرارات وتكون قرارات فوق كل شيء وفوق الأحكام القضائية. يعني هي نقطة تحصين القرارات هي النقطة المتفق عليها. أما عن جانب إقالة النائب العام وباقي الإعلان الدستوري فهو مختلف فيه من قبل المئات الألاف المتواجدة هنا في الميدان. الرموز السياسية التي حضرت إلى الميدان والكلمات التي خرجت عنها سواء حمدين صباحي سواء خالد علي يؤكدون على رفضهم الكامل للإعلان الدستوري المكمل، الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، يؤكدون كذلك على استمرار هذه التظاهرات حتى سحب الرئيس لهذا الإعلان الدستوري. الدكتور البرادعي كان بيقال انه مش ما ذكرتوش، هل ما جاش اصلا الميدان ولا تواجد وذهب ولا ايه الوضع بالنسبه للدكتور البرادعي عمرو موسى على سبيل المثال؟ بعتذر لحضراتكم على الديلي طبعا. في الواقع بالنسبة للدكتور البرادعي يعني علمنا من بعض المصادر أنه سيأتي إلى الميدان في المسيرة التي قدمت من دوران شبرا، ولكن نظرا يعني للأعداد الضخمة لا يتسع لنا النزول والتحرك في كل أرجاء الميدان. حتى الآن لم يعتلي الدكتور البرادعي المنصة الرئيسية في الميدان، كذلك عمرو موسى علمنا أنه انضم بالفعل إلى الميدان على رأس تظاهرة قدمت أيضا إلى ميدان التحرير، ولكن كذلك لم نشاهده على المنصة الرئيسية. الذي شاهدناه وتأكدنا من انضمامه للميدان هو حمدين صباحي وخالد علي وبعض الرموز الأخرى، ولكن بالنسبة للدكتور البرادعي وعمرو موسى لم يتثنى لنا التأكد حتى اللحظة من انضمامهم إلى صفوف المتظاهرين. قول لي بقى قبل ما اختتم معاك رسالتك الاولى، الاداء سلمي؟ شايف في اي خناقات، في اي مشادات؟ كم منصة عندك؟ بعض الملاحظات اللي سجلتها على هامش المفكرة اللي في ايديك. نعم، في الحقيقة هو يعني إن كان هناك من ثمة ملاحظة فهي غياب اللجان التفتيش عن مداخل ومخارج الميدان، تلك اللجان الشعبية التي كنا نشاهدها في المليونيات على وجه العموم لتفتيش المتظاهرين والتأكد من هويات المتظاهرين. ملاحظة أخرى يعني ربما تحدث فيها محمود عفيفي المتحدث باسم حركة 6 إبريل، قوله أن هناك عدد من فلول الحزب الوطني، عدد ضخم محشود في هذه المليونية وسط المتظاهرين من مختلف المحافظات. يعني هو عبر باللفظ أنه قال أنني وجدت بعض الخيام لبعض المحسوبين على حركة أسفين يا ريس والمحسوبين على الأحزاب التابعة
علي فلول الحزب الوطني، ولكن حينما أراد وبعض المتظاهرين من حركة 6 إبريل إخراج هؤلاء يعني باعتبارهم يسيئون إلى الميدان نظرا لأنهم يعني في حالة عداء للثورة من الأساس، يعني قوبل كما ذكر هو بوابل من يعني المعارضة لإخراجهم من الميدان. هذا عن الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة هي أن يعني وسط هذه الحشود لم تتم أي محاولات للاعتداء على المتظاهرين كما كنا نشاهد في الكثير من المليونيات في الفترة الأخيرة. لا توجد محاولات للاعتداء من الخارج على هؤلاء. حوادث قليلة رصدناها، حالتين تحرش ببعض الفتيات المشاركات في هذه المليونية، ولكن كان يتم التعامل معها من قبل الجماهير بالقبض على هؤلاء المتحرشين ومحاولة إخراج الفتيات من الدائرة التي تنصب عليهم من هؤلاء. أحمد عبد العليم بشكرك وبودعك مؤقتا، وهنعود ليك مرة أخرى. فالحدث هو الحدث الرئيس، بل هو الحدث الأبرز والأهم في هذا التوقيت.